دوتكين، دوتكين أخي، سيندم لأنه لم يقتلني. دوتكين، دوتكين، اهدأ قليلا. كيف أهدأ وجوجي بين يديه أرطغرل؟ اتركني. دوتكين، اتركني. لقد ازداد صيدنا، أنا وجنودي محظوظون جدا، وطالما أصبحتم تحت قدمي فسأستمتع بكم قليلا. أولا سيلجان، والآن جوكشي. قوتك لا تظهر إلا مع النساء، سوف تخرج من هنا جثة. كلب عديم الأصل. ابتعدي سيلجان، نساء الكاي أفضل من رجالها. كل من أردت رؤيته عدا أرطغرل هنا. ماذا أطلب من الأرواح أكثر؟ الموت حرام علينا قبل أن نراك ميتا يا نويان. اليد السليمة في القتال أكثر قيمة من الشجاعة أيها المعاق، ستكون يدك سببا في إزهاق روحك. كونوا حذرين. تعال إلي يا ذيل الكلب، تعال. لم ننتهي. هاي أيها المعاق، واضح أن يدك جعلت حياتك كالسجن، صحيح؟ إن قلبي لا يرضى بهذا، دعني أنقذك من محنتك. سنتقابل مجددا. كوكشي، أمي، بني. أمي دوندار، دعك منا الآن، نحن بخير. هيا اذهب خلف الكلب نويان بسرعة. هيا هيا. ابنتي،
ذهبوا من هذا الاتجاه. هيا هيا. سأنتزع قلبه. سيد توتكين، سيد توتكين لا تقلق، سنقبض عليه عاجلا أم آجلا. أنا من سيقتله، أنا من سيقتله. لا تقلق توتكين، سوف ننقذها. سأنتزع قلبه وأعطيه لها. ها يا طال، اذهبوا خلف السيد توتكين. توتكين وضعه صعب، لا تتركه وحده أرطغرل. ألن تأتي معنا يا أخي؟ لا، لن نفعل شيئا قبل أن أجد نويان. يجب أن ننهي الأمر بسرعة. كان الله في عونك. شكرا لك. إن وجدت يأجيد معه فأحضره إلى القبيلة سالما، سنسلمه إلى السلطان ويعاقبه بنفسه. في أمان الله. أرطغرل، العدالة لن تميز يجيد، كل من يعصي الدولة سيموت. غدا سيكون يوم نصرك حضرة الأمير سعد الدين. السادة المتمردون على السلطان سيموتون مع الأمير ياجيد جميعا. أرطغرل والسيد توتكين سينالان أيضا حصتهما من هذا الغضب. القتال في الغد، وإن شاء الله أنا من سيقوده بنفسي. غدا سوف يكون يوما مباركا، وسوف أقضي على من لم يبايعني. النظام يا ابنتي الحبيبة، النظام، نظام هذه الدولة دائما فوق الجميع، وبمن فيهم السلطان، وحتى فوقي أنا. وسونغور تيكين وغوندوغدو، ما ستكون عاقبتهما أيها الأمير؟ الاثنان يفعلان كل ما بوسعهما من أجل قبيلتيهما، وأنا لدي فكرة بالنسبة لهم، وقد حان الوقت كي يخرج بطل جديد من بينهم، وطريق هذا البطل الجديد سيكون بين يدي أنا. كيف ستفعل هذا حضرة الأمير؟ ما يثير فضولي الآن، من سيكون؟ سونغور تيكين، سونغور تيكين بفضلي أنا سيقتل نويان خلال خطفه لجوكجي ويصبح بطل القبيلة، وعندها سوف ترين ما الذي سيحدث. سننتظر ونرى يا ابنتي. يحيى سلطاننا، 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 يحيى سلطاننا.
يحيى سلطاننا! 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 يا سادة، أنتم واجهتم كل مصائب الدولة من قبل، وكنتم أول من يهاجم أعداءها، وقدمتم أرواحكم من أجلها، وفقدتم أولادكم، وبعد ذلك بقيتم بلا وطن ولم تجدوا مرعا ولا كلاء. ورغم كل هذه المعاناة، السلطان علاء الدين لم يركم. وأنا أسألكم الآن، هل يجوز ألا يرى السلطان من يناصره؟ لا. هل يجوز أن يتنعم السلطان والناس يعانون؟ لا. والآن ألم يحن الوقت لتأخذوا حقكم؟ أجل. ألم يحن وقت اتباعكم لسلطان يليق بكم؟ أجل. الآن يجب أن تأخذوا حقوقكم، وقد جئت لهذا، وجئت لأريكم معنى العدالة ومعنى عطف الدولة. فليحيا سلطاننا! 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 فداء السلطان! أرواحنا 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 فداء السلطان! وماذا عن وضعي أنا الآن يا حضرة الأمير؟ لا تقلقي يا ابنتي، فبعد أن تأخذ انتقامك منهم ستحصلين على مكافأتك عما فعلته. نجوت من بين أيديهم بصعوبة وكتبت لك الحياة. سأخذك إلى قصري قريبا، وسوف أزوجك من أفضل قائد عندي، وهكذا ستستمرين في خدمتي وخدمة الدولة. حين أخذ انتقامي لأبي وعمتي من هؤلاء، ستصبح هذه الدنيا جنة لحضرة الأمير، وما فعلته معي لن أنساه ما دمت حيا. نويان لن يعلم أنك أتيتي، إياك أن تنسي. عندما يذهب نويان لقتل السيد توتكين، أنت ستتركين جوكجي هناك وتغادرين المكان. اذهبي الآن.
إن سمحت لي فأنا أريد تقبيل يدك يا حبيبة القلب. في يوم زفافي حين ألتقي بزوجي أريدك أن تدعي لي بالخير أختي. سوف أدعو لك ولزوجك دائما بالخير والسعادة، فأنت قطعة من روحي يا أختي. أتمنى أن تعيشي مع زوجك بسعادة طوال العمر، وأختك ستكون بجوارك دائما أيضا. المشاكل التي كانت بينها وبين سيدي توتكين كادت تنتهي. كانت السعادة ستدخل خيمتها. ربما هذه أول مرة في حياتها تكون سعيدة، لكن ذاك المشؤوم قد جاء وأخذها. فقدنا أثرا. عزيزتي جوكجي، أختي ذهبت. نويان كان يعلم بذلك الهجوم وقرر أن يلعب معنا. لقد راقب القبيلة حتى خروج السادة منها، ثم استدرج جوكجي واختطفها. إذا فقد نصب فخا لأرطغرل ومن معه. إذن فإن ياجيت ساعده في نصب ذاك الفخ لنا. يجب علينا أن نتحرك خلفهم حالا أخي. يا رب احمي أخي ياجيت ومن معه، واجعل لهم نصيبا بالعودة سالمين. ماذا سيحدث الآن؟ هل سنجلس هنا وننتظر؟ أرجوك حافظ على هدوئك قليلا يا أخي. بالتأكيد أرطغرل سيجد حلا لهذه الورطة. أصل المسألة هو لماذا أراد نويان خطف جوكجي؟ سيدة غونجاغول، سيدة غونجاغول، غونجاغول. نويان. أنا هنا. أنت سأقتلك يا خائنة. إذن فسيدة الدودورغا قد وقعت في فخنا يا نويان. تعالي لنرى. اهدئي. إذن قد أصبحت كلبة لنويان الآن. امرأة وضيعة، سوف أقتلها. يكفي يكفي، تحلي بالصبر.
لا تنسي أنها ستحضر لنا توتكين. لا نويان، أنت جريء؟ هيا أشعل النار. دوندار شقيق أرطغرل ضربني بسهم. ما الوضع دوغان ألب؟ هل وجدتم السيدة ياغيت؟ لا لم نجده سيدة بانو شيشيك. وتورغوت ألب أين هو الآن؟ أخي تورغوت الآن بقبضة نويان. أين هي جوجي أم عيمة؟ قولوا أن السيدة جوجي في القبيلة. نويان خطف ابنتي جوجي سيد توتكين. وكيف خطفها؟ قبيلتنا كبيرة، ألم يخرج بطل ليخلصها؟ كيف تخطف زوجة سيد ولم يستطع حمايتها أحد؟ كيف حدث هذا؟ سيد توتكين، نحن كنا قريبين من المقبرة، لكن سامحنا لم نستطع منعه. أنتم أيضا وقعتم في فخه. ماذا كانت تفعل جوجي في المقبرة؟ واضح بأن ثمة شخص أرسلها إلى هناك. سأجد ذلك الخائن وأقطعه إربا وأعلق رأسه وسط القبيلة، وسأطعم عظامه لذئاب الجبل الجائعة. سيد توتكين، اعلم بأن الخوف هو عليك أنت وليس على زوجتك. هو لن يقتلها، إنه يريدك أنت يا سيد توتكين. Thank you.
إحضارك هذه المرأة المشؤومة قد خفف ألمي يا نويان. عيناك هاتين تريحان قلب نويان، وهي تجعل البركان الذي داخله يثور. امرأة حقيرة، أنت أيضا ستموتين مثلهم جوكشي، أتعلمين هذا؟ يكفي سيدة غونجاغول، يكفي. أعرف أنك غاضبة منها، لكن من نريده ليس جوكجي، إنها طعما فقط. من أخذوا أحبتك منك هم أرطغرل وتوتكين، فلا تستسلمي للغضب حتى لا تفسدي كل شيء. أعلم نويان، فلا تقلق، سأبقي غضبي داخلي. غدا سوف يموتان توتكين وأرطغرل، وسوف يكون يوم نصر لنا. في ذاك الوقت نكون قد أخذنا انتقامنا نويان. لا تبعدي عينيك عن جوكجي هذه الليلة، فبعد أن ننتهي يجب علينا أن نسلمها سالمة لسونغول، هل فهمتي؟ من أرسل السيدة جوكجي إلى المقبرة ومن وضع ملابسها في تلك المغارة الشخص نفسه، هو خائن من قبيلتنا، ولا يجب أن يفهموا بأننا عرفنا هذا الأمر أبدا. سأجد الخائن، بما أنه أقنع السيدة جوكجي بالذهاب إلى المقبرة فالخائن من قبيلتي أنا. ماذا يريد سعد الدين مني؟ الأمير سعد الدين لكي يستطيع قتل نويان سرق خاتم الأوغوز وأعطاه لتانغوت، ولكنني لا أعرف كيف عمل الاثنان معا بشكل مشترك. أعداؤنا قد اتفقوا واتحدوا ضدنا يا أخي. سعد الدين كوبيك يريد أن ينشر الخلاف فيما بيننا، وبخطف زوجة السيد يريد أن يمحو اعتبارنا جميعا، وجعل نويان يقوم بأعمال قذرة حتى يبقى هو نظيف اليدين. أي لعبة هذه يا بني؟ كم شخصا يجب أن يموت من أجله؟ ها؟
إنها لعبة قذرة، وقد بدأت من جوجي وستنتهي بالتخلص من السلطان علاء الدين. ما لم نسمح بفعله عن طريق جوموشتكين هو يريد أن يفعله بنفسه، ويريد التخلص مني ومن توتكين ودون أن يجعل القبيلتين ضده. يريد إخضاع قبائل التركمان. يا أولاد، طالما أنه قد قرر تضييق الدنيا علينا وسيظلمنا، فمن أجل الأرواح التي سلبها جنوده منا، وصيتي ستكون لكم ألا تتركوه حتى تتخلصوا منه. ومن أجل شهدائنا وكي لا تهدر دماؤهم، انتقموا من ذلك السافل. فليتألم أولادي أنا بدل أن يتألم الأهالي. خيرا بوغاتش، ما به الحصان؟ الحصان يكبو سيدي، واضح أنه يتألم، لن يكمل. عد إلى القبيلة بوغاتش ولا تكن عبئا علينا. تحت أمرك سيدي. أعلم من هو الخائن. الخائن بوغاتش. عبد الرحمن، أين بوغاتش؟ ذهب مع المحاربين كي يبحثوا عن السيدة جوجي. لما أنت منهك يا أخي؟ فهذا وقت العمل، بعد كل ظلام يأتي الفجر يا أخي. تورغوت لم يرى يوما جيدا ووقع في الأسر مجددا. اهدأ أخي، سوف نجده، ولكي نجد تورغوت سوف نركب على الخيول وسوف نشهر سيوفنا في وجه الدنيا، وسنبقى نبحث عنه دون كلل أو ملل. صدقني، المكان الذي لا تصل إليه سيوفنا يصله دعاؤنا. قلت الصواب بامسي، خضنا معارك كثيرة وجرحنا كثيرا وقد عدنا من الموت، لم نهزم ونستسلم وسنفعلها الآن. سوف نجد تورغوت، أنا أعلم هذا، أعلم أن تورغوت حي. بالطبع هو الآن حي يا أخي، هل نسيت كيف تخلص تورغوت من حراس المعبد؟ ثم يا أخي، هل تظن أن سيدنا سيترك تورغوت في يد المغول؟ هل تتركه أنت يا أخي؟ بالطبع لا، أم تظن أنني أنا سأتركه؟ لن تتركه يا أخي، سننقذ أخانا تورغوت وسنجعل الأرض مقبرة لكلاب المغول. طالما أن الله موجود فلا تهتم، لا تهتم يا أخي. لقد حان الوقت لنأخذ بثأرنا يا أخي. الله أكبر، الله أكبر. أحسنت يا أخي، الله أكبر، ما شاء الله. حين ذهبنا للهجوم قال إن حصانه يكبو، كانت نيته مبيتة،
واضح من أين جاء هذا الذهب. أين هو ذاك المأفون؟ ذهب مع المحاربين للبحث عن السيدة كوكجي. سوف أقتله أرطغرل. غضبك كبير يا ابن خالي، لكن بوغاتش هو من سيحضر لك السيدة كوكجي. أعلم سيد أرطغرل، وسيحضر لي نويان أيضا، وسأرسل الاثنين معا إلى جهنم. طالما أن نويان لا يريد فلن نصل إليه، ويجب أن ننتظر إشارته. نويان، خطف السيدة جوكجي من القبيلة كما أمرت أنت حضرة الأمير. ممتاز، أحسنت بوغاتش ألب. إن مكانتك عندي أصبحت كبيرة. من أجل دولتنا أنا مستعد أن أفعل أي شيء حضرة الأمير. الدور الآن على توتكين، فهيا اذهب إلى نويان حالا وأنهي أمر توتكين معا. تحت أمرك حضرة الأمير. السيد سونغور تكين أتى حضرة الأمير. دعه يدخل وأنت اخرج من الخلف، وعند شروق الشمس اذهب إلى نويان وأنهي أمر توتكين. تحت أمرك سيدي، بعد إذنك. أهلا سيد سونغور تكين، تفضل تعال كل معي. خيرا، قل ما هي همومك؟ وجدنا وكر نويان وقتلنا جنوده، ثم داهمنا وكره، ولكن لم تستطيعوا إيجاده وإيجاد الأمير ياجيت. كان يعلم أننا سنهاجمه، وقد استفاد من غيابنا عن القبيلة، وخطف السيدة كوكجي من أجل إيقاع السيد توتكين في الفخ، ومحاربي هم من جاءوا لي بالخبر. نويان أخذ ما يريده. هذا مؤسف سونغور، أعلم أنك والسيدة كوكجي قد كبرتما في الخيمة نفسها. لقد أقسم بأن يجفف نسلنا ويحضرنا واحدا واحدا. هناك شخص يخدمه في قبيلتنا. واضح أنه ليس وحده. أتى الدور الآن لتنفيذ الوعد الذي قطعته لك. أنت تفكر الآن في مستقبل قبيلة الكاي ودولتك، أعلم. أنت محق. نويان ليس وحده، لقد علمت أن معه امرأة من قبيلتكم، وكل ألعابي هذه هي تقوم بها معه. من هذه المرأة؟ هي تعلم مكان نويان. أين؟ بعد خطفه السيدة كوكجي ذهب إلى مكانه السري، وياجيت يمكن أن يكون هناك أيضا. نفذ المهمة التي كلفك بها السلطان علاء الدين، اذهب واقتل الأمير وأنقذ حياة سيدة كوكجي، واعلم أيضا من هو الخائن. أمير سعد الدين، أين المكان السري؟ أولا دعنا نأكل وارتح جيدا، وغدا سنذهب لمحاربتهما معا،
وبينما ستحاسب أنت نويان سوف أهاجم أنا مقر السادة الترك المتمردين. أجل عرفت أين هو مكانهم. وقبل أن يجمع السادة المتمردون محاربيهم المرتزقة لكي يهاجموا السلطان علاء الدين، سأذهب وأنهي أمرهم. سونغورتيكين، لقد حان وقت الاطمئنان على مستقبل هذه الأرض، وأنا عملي هنا انتهى تقريبا، وسأعود إلى قونيا، وأريد أن أترك هذا المكان لرجل أثق به حين أعود. سونغورتيكين، هذا الرجل هو أنت. سوف تموت قريبا، ولكن إن كنت تحلم بالخلاص مني كما تخلصت من حراس المعبد فلا تفعل. وأنت إن كنت تحلم أن تخيفني بالموت فلا تفعل. الموت بالنسبة لي لم شمل. زوجتك آخر مرة حاولت أن تظهر بطولتها قد احترقت وهي حية، لا تكن مثلها. ماذا يحدث هناك؟ أعطني الرسالة التي كتبتها لأرطغرل ليبايعك. إن أرطغرل لن يخون السلطان علاء الدين، هذه مضيعة للوقت. سوف نجمع الجيش بسرعة ونذهب لمواجهة السلطان علاء الدين. إن كتبت هذه الرسالة كن متأكداً أن أرطغرل سيأتي، وهكذا سوف تزيد قوتك. سادتك المخلصون يريدون أن يروا أرطغرل وهو يبايعك، وهذا يتعلق بحياة تورغوت لأنهم سيخرجون غضبهم به. تفضل شيخي. البدو قد زاد من مهارتك في الطعام يا درويش. بفضلك شيخي. لا أفسد الله لذتنا في الدنيا. آمين.
كيف أحوال القبيلة؟ بلاء ينتهي ويبدأ آخر يا شيخي. السيد أرطغرل لا يستطيع رفع رأسه من انشغاله بالمصائب والصراع مع الأعداء. بالإذن. حين يرفع رأسه يأتي ويزورنا فورا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام سيدي. سمعت بأن رحمة الله ترسل عليك مدرارا. الرحمة؟ البلاء والمصائب لا تفارقك أبدا. أنا أرى المصائب كل يوم. هيا أعطي سيدك الدبس الأسود. بأمرك شيخي. تفضل. تفضل سيدي. شكرا لك إسحاق. هل هو لذيذ؟ فلتسلم يدك. بالعافية سيدي. العنب شيء والدبس شيء آخر. كي نحصل على الدبس نحتاج إلى العنب، لكن العنب ليس دبسا والدبس ليس عنبا. العنب دواء لداء، أما الدبس فلألف داء. العنب يصبح دبسا عندما تنتهي رحلته كالفراولة. لتصبح دواء لألف داء يجب أن تنزع من وطنها وتدهس، ويجب أن تغلى على النار. قبل كل صفاء يجب أن يكون هناك ألم وكفاح، ولكي تصبح دواء يجب أن تخرج في رحلتك. يا بني، منذ أول يوم ذهبت فيه إلى حلب قد تخطيت مصائب كثيرة بإذن الله، وهزمت أعداء كثرا أيضا، ولا أحد يعلم المصائب التي ستواجهها في طريقك. كثير من الأعداء والشياطين سوف يكيدون لك ويحاولون التغلب عليك، لكنهم كلما ظلموك أكثر فسوف يكتب لك بإذن الله النصر في هذا الطريق. إن شاء الله، لكن بلائي في هذه المرة مختلف، كأن الشقاق دخل بيني وبين إخوتي. أفكاري لم تعد تتفق مع أفكارهم أبدا، وكأني مقيد. لا تنسى يا بني، من وضع يوسف في البئر كانوا إخوته، ومن عفى عنهم أيضا يوسف. فليجعل الله لنا قلبا كقلب يوسف. آمين. 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 أرطغرل عندما يقرأ رسالة السلطان هذه سيأتي إليكم بسرعة. الآن هو وقت القتال يا سلطان، كان الله في عونك.
السيد كونور، أوصل رسالتي إلى السيد أرطغرل بسرعة، أريد أن أراه في حضرة غدا. بأمرك أيها السلطان. السلطان كتب رسالة البيعة. الأحمق أرطغرل سيقوم ببطولة ويأتي، وعند قدومه لن تكون هنا. لا أريد أن يصيبكم شيء عندما يملأ الدم جسده. هناك محاربون لا يريدوننا هنا نويان. قتلت الكثير من هؤلاء الرعاة من قبل. ماذا سيحدث لتورغوت؟ عندما يأتي سعد الدين لن يبقى أحد هنا حيا. اعتني بذاك الصبي وافعل ما قلته. سيلجان يا زوجتي، العالم كله يعرف كيف قصصت جذر الكلب نويان وجوجي أختك يا بطلة، وبالتأكيد ستتخلص منه فلا تقلقي. كيف ستواجه أختي ذلك الكلب المغولي جندوكدو؟ سوف يقتلها لا محالة. لا قدر الله سيلجان، لا تقولي هذا، لا داعي للقلق، أختك ستعود قريباً. دعنا نذهب من هنا، فكل يوم تحل بنا مصيبة جديدة. فلنذهب إلى أرض نستطيع أن نربي أولادنا فيها بأمان. لسنوات طويلة أبحث عن زوجة، وحين نلت مرادي فقدته. لا تفقد أملك، ستعود. زوجتي التي أحبها بين أيدي أولئك ظلمة أرطغرل، ومن يعلم ما الذي تعانيه؟ أما أنا أجلس هنا. أكاد أجن من هذا الأمر. ماذا لو أنهم عذبوها الآن؟ ماذا لو أذوها يا أرطغرل؟ ماذا لو اهدأ يا أخي، اهدأ. سأعيدها إلى خيمتها أرطغرل، إن لم أعدها إلى خيمتها سالمة فلأدفن في هذه الأرض. اصبر قليلا تودي، اصبر قليلا، الله سيجمعكما معا.
التماسك. حليمة، ليس عندي أي كلام يواسيك، وهذا ما يقهرني، وليس عندنا سوى الله ملتجأ، ولا خيار لدينا إلا الصبر فقط. أنت تعلم أن أخي لم يقم بخيانة وتدافع عنه طوال الوقت، وهذا ما يواسيني سيدي. فأنت وإخوتك وأمي أيضا قد فعلتم ما بوسعكم من أجل أخي، وأنا أعلم. أتسمح لي سيدي؟ تعال عبد الرحمن. سيدي، كونور ألب قد أرسل مبعوثا يقول إنه أحضر رسالة. لا تدخله إلى خيمة العلم، أنا سأتي. أمرك سيدي. ماذا يحدث بني؟ جاء الخبر الذي أنتظره. أحضرت لك رسالة من سلطاننا سيدي، وقد تم تكليفي أيضا بإحضارك معي إلى السلطان إن قبلت. انتظرني عند المخرج. كما تريد سيدي. هناك خبر من يجيد. حليمة، ماذا مكتوب ابنتي؟ ماذا يقول يا جد؟ سيدي توتين لن يقع في فخكم، لن تستطيعوا أن تصلوا إليه. لماذا؟ لأن عمتي أخبرته بحبك لأرطغرل؟ لم يعد سيدي توتكين يريدني زوجة له، ولن يأتي إلى قدمي نوياني من أجلي. وعندما يحين الوقت سوف يهدم الدنيا فوق رؤوسكم كلكم، سوف تنالون نصيبكم من سيف سيد توتكين. سيدة جوكجي،
أتظنين أني لا أعرف بأن توتكين يعشقك؟ ها؟ هذا الأحمق سوف يخاطر بروحه من أجلك. عرفت حين أخبرته عمتي بعشقك لأرطغرل. سيفعل من أجلك كل شيء، وسيضحي بروحه أيضا. سيأتي راكضا ويقع في الفخ الذي نصبه نويان. ونويان بعد ذلك سوف يقطع رأسه، وسترين. ماذا قال يا جيت حليمة؟ إنه يطلب منك أن تنضم إلى جيشه لتصبح أنت قائد هذا الجيش، وهو يريد منا جميعا أن ننضم إلى صف السادة المتمردين. كيف يفعل هذا؟ كيف؟ لقد وثقنا به وذرفنا الدموع من أجله هنا، وقد رأى ما عاشه أبوه، وكم عانينا من ظلم حراس المعبد طوال سنوات. كيف يفعل أخي هذا؟ حليمة، حليمة انظري، كلانا يعرف أن يجيت مخلصا ولا يفعل شيئا كهذا. هناك لغز في الأمر. لماذا يسحبك إلى فخ نويان إذن؟ ولماذا يرسل لك هذه الرسالة؟ لن تذهب مع الرسول أرطغرل، لا تفكر بهذا أبدا. أرطغرل، أخي قد كتب خبرا سريا في هذه الرسالة. أبي علمنا هذه الخدعة، أول وآخر حرف من كل كلمة يرمز لكلام في الرسالة. ماذا قال؟ تورغوت حي، سينقذه ويوقف التمرد، وهو يريد أن تذهب إليه. يا رب. سيدة غوكشي انظر إلي. جهنم.
ليس لك أي مكان تهربين إليه. أنا لا أريدك، أريد ذاك الطائش، فأعطني صيدي ولا تفتعل المشاكل. يا جيت قلب، فعل هذا من أجل الدولة ومن أجل تورغوت قلب. يا جيت قلب ولد شجاع حقا، لم يحرجك أنت والسلطانة حليمة سيدي. يا جيت قد فعل ما يلزم، وقد جاء دورنا الآن. قل لي، متى سنخرج إلى الصيد؟ نعم سيدي، دعنا نذهب ونأخذ ياجيت ونأخذ تورغوت قلب ونأتي بهما. يريدون أن أذهب وحدي، وسأذهب وحدي، هذه هي قواعد لعبتهم. سيدي، أتريد أن تذهب وحدك إلى المتمردين؟ نويان هناك يا سيدي، وبالتأكيد هو ينتظرك. سيدي اقتلنا، لكن لا تذهب إليه وحدك. سوف نرى ما هو مقدر. الحل الوحيد هو بأن أذهب وحدي وأجعل السادة التركمان يتراجعون عن تمردهم، وهذا هو الحل الوحيد لكي نحضر ياجيت وتورغوت، والطريق الوحيد للخلاص من نويان وكوبيك، هذان البلاءان المسلطان على قبيلتنا وعلى دولتنا. سنفعل كسيدنا إبراهيم الذي وقف في وجه العصاة والمنافقين، والذي قد صرخ وحده بصوت الحق حتى يوقف الدم الذي كان يريقه النمرود. يجب أن نحترق لنكون مثله. سيدي، سنحترق فداء لك يا سيدي، مثل إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام. سيدي، نحن دائما معك، فكيف تريد أن نتركك وحدك؟ نساء الكاي محاربات، رأيت هذا في سلجان، وأنت مثل أختك. عندما يحين الوقت سأقيم لنفسي حرما من نسائكم، وحين أكون مع إحداكن وحدها سأبقي الدرع على صدري. ليكن دمك قبرك. العيون الجميلة ذبلت وقد جفت كالصحراء. فأدفنك بيدي في تلك الأرض المقدسة، ومن أجل الأرواح تحت الأرض، أرطغرل وتلكين والكثير منكم سأجعلهم قرابين، سأغرقكم جميعا في دمائكم، والأرض المقدسة ستغرق بجثثكم. Thank you.
هذه الأزمة لن تحل دون تضحية بالأرواح. يجب علينا أن نضحي بأرواحنا لكي نبقى سائرين على طريق الحق. سامحني إن لم أعد ثانية، وأبلغ اللحى البيضاء أن أرطغرل قد استشهد على طريق الحق. فليكن الله معينك يا سيدي. آمين. أرطغرل يلعب بالنار مجددا، كيف سأتركه وحده؟ جوندوكتو، أرطغرل يذهب إلى قدره يا بني، وليس بأيدينا شيء نفعله. ألا تعرف بأنه لن يتراجع مهما فعلت؟ أخي أرطغرل كروحي يا أمي، فكيف أتركه هكذا؟ جوندوكتو، أنت خائن قذر، خائن. والآن اسمعني جيدا، سوف تحضر لي توتكين، لقد حان الوقت، خذه إلى المضيق الصغير. أمرك سيد نويان. جاء الخبر من يجيد سيد توتكين، سأذهب إلى المتمردين. ابحث عن جوكجي، وإياك أن تستسلم للغضب وتقع في فخه. حياتكما مرتبطة بهذا الآن، تعلم من هو الخائن وتعلم من هو خلفه. خذ الاحتياطات. سيوقعونك في الفخ. إن كتب لي أن أقتل على هذه الطريق على يد من هم أشر خلق الله، فيا مرحبا بالشهادة سيد توتكين. معك حق. سأجتمع بالمتمردين وأشرح لهم لعبة كوبيك القذرة. ماذا إن لم يصدقوا؟ حياة من نحب متعلقة بهذا. سامحني أخي. نويان قريبا سوف يرسل لك إشارة، فتيقظ. لا تقلق علي سيد أرطغرل، إن أذن الله وتخلصنا من البلاء فسوف أذهب معك إلى حدود بيزنطة، أنا وقبيلتي بأمرك. ليكن الله في عوننا سيد توتكين. آمين.
بقي القليل جوجي، ستلتقين بزوجك ولن تفترقا أبدا. أتظن أن توتكين سيتركك أيها المأفون؟ أنت طائشة كزوجك، أعتقد بأنه أنهك من شوقه لك ولن نجعله ينتظر. أكتول جالي الآن سوف يأخذك إلى قدرك، فليكن طريقك مفتوحا، ولا تحرقك الشمس ولا يبرد المطر روحك، لا تلمس بقدميك الحجر، اذهب كالماء وعد إلينا كالماء، ولتعاقب من أرادوا إذاء دولتنا وقبيلتنا وأخي، ولتعد أرطغرل. تعلمين أن ذهابي الآن هو مخاطرة بالموت من أجل جميع من نحب. أكتول جالو سيحملني ويركض وسيعيدني إليك بسرعة. يكفيني ألا يحني من خلفي رقابه ولا يفقد الأمل. سلطاننا ينتظرك، لكن سأتأكد أنه لا أحد يتبعنا. هناك في الطريق محاربون، هم من سيأخذونك إلى السلطان، لكن إن تعقبك أحد فلن تستطيع رؤيته، ولسنا مسؤولين عما سيحدث. أرطغرل، لقد ذهب بسبب ذراعي، تركته وحده في هذا الطريق. لقد أخذ معه قطعة من أرواحنا، لكن يجب أن نكون أقوياء الآن. ليكن المكان الذي يقصده أملا وليس قبرا. سوف ندعو له أن يذهب بسلام ويعود إلينا منتصرا لا شهيدا إن شاء الله.
الذي يهدد استقرار وبقاء الدولة ولا يحترم سلطانها، والذي يحرض أيضا سادة الترك على الانفصال، الأمير يجيت وقد وجدنا وكره. أما مهمتنا الآن فهي الحفاظ على دولتنا وعلى أمن سلطانها. إن الأمير يجيت مختبئ في وكره الآن، ومعه أيضا كل من بايعه، وسنهدم هذا الوكر على رؤوسهم وسنقتلهم جميعا، وكل من يشاركهم هذه الغفلة فسينال نصيبه لا محالة من السيوف التي ستقطع عنقه، وسوف نرسله إلى جهنم. الموت للخونة، يحيى السلطان علاء الدين. 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 الموت للخونة. إن كنت ستنشغل في إقناعي بمبايعتك فلا تتعب نفسك، لن أبايعك يا ياجيت. تورغوت ألب، همي ليس أن أكون سلطانا، بل هو إنقاذك أنت. أتظنني نسيت العذاب الذي عانيته من حراس المعبد؟ لقد أجبرني نويان، وقد هددني بقتل دوندار، وقد أجبرت أن أطيعه لكي أنقذه منه. أريد منك أن تهرب من هنا، وأن تدعم السيد أرطغرل ليوقف هذا العصيان. أنت ماذا تقول؟ لقد كتبت رسالة له، وعندما تقرأها أختي سيفهم الحقيقة. عد إلى القبيلة وأحضر السيد أرطغرل، وسأفعل ما بوسعي كي يتراجع السادة عن تمردهم، وعندما يأتي السيد أرطغرل سيلقن الذين لم يتراجعوا درسا. لن أتركك وحدك هنا يا جيت، لا تطلب هذا. لقد خاطرت تورغوت ألب، وسوف أكمل طريقي هذه، وسأموت لكي أنقذ دولتنا. ستبقى مربوطا هنا إلى أن تبايعني رغما عنك، فلا تختبر صبري. سيدي، رأوا بوغاتش عند مخرج مخيمنا. اركبوا الخيول سنخرج. حاضر. أهلا سيدي.
إلى أماكنكم. سيدي، وضعنا المحاربين في أماكنهم. ماذا سنفعل الآن؟ لا توجد أي خيول ولا آثار جنود. سننتظر نويان. نويان سيدي؟ عاجلاً ما أجلاً سيأتي إلى هنا، فليفتح الجميع أعينهم حتى لو كان وحده. سيقتل منا الكثير قبل أن يموت. أفهمتم ما قلت؟ يا أبطال، الأسير يهرب، هيا امسكوه. تورغوت يهرب، اقبضوا عليه. سننزل عن الخيول سيدي. بعد إذنك سوف نغلق عينيك. أعطني سلاحك. ابن سليمان شاه أرطغرل لا يسلم سلاحه. هيا تحرك. Bogatch!
إنها على طريق بيدك. أعطني إياها لأريك كيف تليق الفأس بيدي. أخي سيدي حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله يا الله حسبنا الله Ah!
أيها البطل. الحمد لله أنهم لم يقتلوك يا أخي. لولا يا جيت لقتلت منذ زمن. أنا أعلم هذا. أثبت بأنه أخ يليق بالسلطانة. معك حق. لقد أفرحتني يا أخي، ظننتك مت. هذا الرجل لا يحدث له شيء، الكثير حاولوا ولم يستطيعوا. بفضل الله. أخي تورغوت، زرعت فأسك في رأسه كأنها بطيخة. أهلا بك. أهلا أهلا. وأنا عرفتك خائنا وهبت جثتك للأرواح سونغورتيكين، وسوف أمنح جثتيكما للكلاب وخاتم أوغوز خان وجائزتي. سأعود ليجفف نسلكم سونغورتيكين. أخبر أرطغرل أن ينتظرني، سآتي لأهدم قبيلتكم. هذه المرة سأقتلك نويان، أقسم أنني سأقتلك. جوكجي أين أنت؟ جوكجي أين أنت؟ هيا من هذا الطرف، هيا. أين أنت يا جوكجي؟ اتركني جوكجي. كونجاغول؟ هيا تعال أيها الطائش. لا توتكين، أرجوك اذهب. توتكين أرجوك اذهب من هنا، اذهب قبل أن يقتلك. توتكين أرجوك لا تقترب، أرجوك سوف يقتلك. نحن لم نكمل حسابنا المرة الماضية، وها قد أتيت إلي لكي نكمله.
بما أنك قد خرجت من الحفرة بعد أن رميتك فسوف أعيدك. هيا اتركها تذهب، أخذت ما تريده، أنا أمامك. قتلها الآن أفضل من أن تتعذب إلى الأبد. لقد أخذت روح جونجاغول وأنا سأخذ روحها. العين بالعين أيها الطائش، وهذا قصاص. لو أن امرأتك لم تفعل شيئا لكانت ستعيش، وربما كانت ستموت حزنا عليك، لكن ستبقى حية. من أريده هو أرطغرل وكل من يحمل دمه أيضا. توتكين أرجوك اذهب من هنا، سيقتلك أنت أيضا. أرجوك توتكين هيا اذهب. لا، سأحرر روحك من معاناتها وإلى الأبد. لا، أنا زوجتك يا توتكين، وسنلتقي في الآخرة معا. لا 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 لا. قطع هذه الحبال بالخنجر، فمن أعطاه الخنجر منكم؟ أيها السلطان، هل تعرف شيئا عن هذا الأمر؟ السيد أرطغرل قادم. السيد أرطغرل، السيد أرطغرل قادم. السيد أرطغرل، جئت إليكم حتى لا تكونوا أنتم ولا السلطان علاء الدين ولا الأمير يجيت أداة بأيدي أولئك الخونة. ويجب أن تعلموا بأن من يقف خلف تمردكم الأمير سعد الدين كوبيك. منذ البداية كان لديه علم بكل خطواتكم، وقد اتحد مع نويان ومن حاول أن يسحبكم إلى فخ الخيانة الأمير سعد الدين. ما هذا الكلام؟ ولأنه يعلم جيدا أنكم لن تبايعوه افتعل هذا الأمر وخدعكم. طالما أن السلطان بجانبنا سنبقى مستمرين أرطغرل، لأننا نعرف أنك شجاع ونعرف جيدا مدى جسارتك. استضفناك بيننا لتكون قائد محاربينا، وأنت تعلم آداب الاستضافة. لم تفهم ما قلته لك سيد كنور؟ إن الأمير سعد الدين سوف يقتل كل شخص لم يبايعه ويبعده عن طريقه، وعلى رأسهم أنت. وأنا لا أستبعد أن يكون هو وجنوده على وشك القدوم إليكم الآن، وكلما عاندتم ستجلبون العار على قبائلكم وعلى أنفسكم وعلى محاربيكم. فيا سادة الأوغوز الأشراف، قد بقيت لنا دولة واحدة وقد حشرت بين الصليبيين والمغول، وهي دولتنا السلجوقية، وقد أسسها لنا سادة الكينيك وستبقى لنا جميعا. لا عديمو الأصل أمثال كوبيك ولا الأعداء الذين من حولنا سيمنعونها من الاستمرار.
والآن أقول لكم عودوا من بداية الطريق لكي تبقوا دائما تحت ظل الدولة، فلا يأخذ الأعداء أرواحكم. اقبضوا على السيد أرطغرل. توقفوا، كلام السيد أرطغرل صحيح. واعلموا بأنني تراجعت عن حقي بالعرش، وبعد الآن لم أعد سلطانكم. هناك من أطلق سراحه. إنه هجوم. انتبهوا أنهم يهجمون علينا. احموا أنفسكم. هيا تراجعوا. انتشروا.